السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خوتي خواتاتي، كيفكم؟ كلشي بخير؟ أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير. المهم الخوت اشتركوا عندي في القناة وشجعوني، الله يحفظكم. المهم وصلوا هذا الفيديو لعشرة لايك. المهم كندخلوا لجوجل وكنكتبوا بوابة مباراة وضيف لأول رابط، وكنا هاد الصفحة نضغطوا على ملء الاستمارة أول إعلان مباراة ولاد الملكي، كنضغطوا على هديك ملء الاستمارة وكتعطى لينا هاد الصفحة، وكنضغطوا على جي أكسبت، وهنا كنعمروا المعلومات الشخصية ديالنا، هنا الاسم العائلي بالفرنسية والعربية والاسم الشخصي بالفرنسية والعربية واسم الأب والجد، اسم الجد راه كيكون في البطاقة الوطنية ديالك ديال الأب تاعك، واسم الأم وجد وأب الأم، ومن بعد كتعمرو تاريخ الازدياد ومكان الازدياد وأيضا الجيميل تاعك، وكتعاودو هادو معلومات أساسية ضروري تعمرهم. وهنا أيضا رقم الهاتف ديالك، وهنا الوضعية ديالك، واش سيليباتير ولا متزوج ولا مطلق، وهنا كتعمر العمالة فاش كاين كتدخلها، وهنا الأدريس الإيميل ديالك اللي مكتوب في البطاقة، وهنا رقم الهاتف كما قلنا، وهنا الكود بوستال ديال المدينة تاعك، وهنا كتدخل المقاطعة عاوتاني، كتدخل المدينة تاعك، وهنا كتدخل الجنس ذكر ومؤنث، وهنا كتدخل رقم البطاقة الوطنية ديالك وتاريخ نهاية الصلاحية ديالها، وهنا شحال فيك ديال الطول مترو. المهم إلا كنتي أنت راك خص يكون عندك مترو 60 الفوق، إلا كنتي ذكر مترو 70 الفوق بدون أحذية. المهم دخلوا الإعلان وقرأوا وراء المعلومات فيه واضحة جدا، وقرأوا وراء غيبان لكم كل شيء، وتعرفوا الشروط ديال التسجيل. المهم أنا عمرت المعلومات ديالي، غنضغط دابا على سويفون وغنتقلوا المرحلة الثانية، وهنا كندخلوا امتى شدينا البكالوريا، تاريخ فاش شديتي البكالوريا، وهنا واش عندك الإجازة ولا لا، وهنا أيضا وهاد السؤال الثاني كيعني واش عندك الماستر ولا لا، إلا عندك كديرو إلا ما عندكش كديرنو. هنا زعما كتدخل فيه الدبلومات اللي عندك، إلا عندك الإجازة كتدخلها، أنا نون دو ديبلوم كتدخل مثلا ليسونس، وأيضا الفيليير يعني كتدخل الشعبة فاش شديتي الإجازة، وهي واش هنا اوريجين دو ديبلوم يعني واش شديتيها في المغرب ولا على برا، ومن بعد كدير انسيغي لو ديبلوم. لا خصك اسف خصك تعمر تدخل المدينة تاعك، ملي كدير وطني كتدخل المدينة فاش شديتي الإجازة، ومن بعد كتدخل ليتابليسمون الكلية فاش شديتي الإجازة أو أي ديبلوم، وهنا سبيسياليتي يعني كتدخل الفيليغ ديالك فاش شديتيها، ما
مثلا غندخل علينا ضوء غاب هناك، تدخل تاريخ فاش ديتي الإجازة، كدير نصيغي لو ديبلوم، وبهذا الشيء كيتزاد هاد الدبلوم في هنا. المهم الا عندك شي دبلوم اخر راك كتعاود نفس العملية وكدير من بعد نصيغي لو ديبلوم. مثلا الا عندك مازال شي إجازة أخرى ولا عندك شي مصدر راك تدخلو عادي جدا، ومن بعد كدير سويفون وغننتقلو المرحلة الثالثة في ملء الاستمارة. وهنا المرحلة التاسعة جدا كتدخل غير اللغات اللي كتعرف، المهم العربية والفرنسية، وكتدخل النيفو اللي عندك فيهم. المهم على الأقل خاصك تدخل واحد جوج لغات كيبان ليكم ما يقبلوش واحد اللغة، ضروري تدخل جوج لغات فما فوق. المهم ندخلو الفرنسي. المهم هاد المعلومة خصك تكون صادق فيهم وتضغط على سويفون. وهنا كنتقلو للمرحلة الرابعة. إلى عندك شي تجربة راه كدير هناوي، إلى ما عندكش حتى شي تجربة راه كدير نو، وعادي جدا هاد الخانة ماشي ضرورية. مثلا إلى عندك تجربة في البريفي كتدخل المكان ديالك والمعلومات ديال داك ديال ديك الخبرة ديالك. ولا ما عندك شراكات ديال نو كيما قلت ليك، ولا عندك شي تجربة في شي قطاع عمومي راك دير بيبليك وكتدخل عاوتاني المعلومات وكدير انسيغي اكسبيريونس. هادشي كتزاد تجربة في الدوسي تاعك. المهم حنايا انا ما عنديش شي تجربة في هادشي كامل، غندير نو وغندير سوي. وهذه هي الاستمارة ديالي. الا بغيتي صحح شي فيها شي حاجه راه كدير بريسيدون، الا بانت ليك شي حاجه فيها شي خطا فيها راه كدير بريسيدون كترجع وكتصحح الخطا. المهم ديرو دابا سويفون، ولا ما بان ليكش حتى شي خطا كدير فاليدي. ومن بعد ملي درنا فاليدي خرجت لينا هاد الصفحة الا بغينا نخرجو الاستمارة. المهم راه ابرز شروط المشاركة في هاد المباراة هي انه ما يفوتش العمر تاعك 35 سنة، وتكون عندك الاجازة كما هي ضرورية، وتجاوز في الطول. المهم على الأقل 1.70 متر في الطول بالنسبة للذكور، و1.60 متر في الطول بالنسبة للإناث. ولا بغيتي تتبع الوضعية ديال الطلب ديالك راه غيعنو على المدعو للإنتقاء الأولي باش يوضعو الملفات تاعو فهاد السيت نيت. المهم أي جديد إن شاء الله راه غنعلنو عليه في هاد القناة إن شاء الله. فأخي أختي اشتركوا عندي، الله يحفظكم، ونتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.